مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتشترك في القناه باش توصل بجديد الاخبار ان شاء الله أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستقدم للجزائر الصيف القادم مليون وثمانمائة وواحد وثمانين ألف وستمائة جرعة من لقاحات كورونا كما أكدت أن الجزائر طلبت من الولايات المتحدة الحصول على لقاح كورونا وذلك بسبب العجز الذي عرفه البلاد في الحصول على اللقاح المذكوره وستضم القائمه كلا من لقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر بيونتيك بالاضافه الى جونسون اند جونسون وامام عجز نظام الجنرالات الجزائري على اداره الوضع الصحي والاجتماعي للبلد لجات الحكومه الى التسول مما يظهر ان الولايات المتحده تشفق على جاره المغرب الشرقيه